اهلا بكم وامسية طيبة. فاز اليوم المنتخب الوطني الجزائري بنتيجة ثنائية نظيفة. وقع الاهداف كل من بغداد بونجاح واسلام سيماني باسيست من المتألق والعائد بقوة يوسف بليلي. يبدو ان تربص الطوغو نجح بشكل مبهر، حيث نجح المنتخب الوطني الجزائري في التفوق على منتخب الطوغو في المباراة الودية الاولى بثلاثية نظيفة من توقيع ثنائية بسبعين هدف اسلام سيماني. ثم هذه المرة أمام بوروندي الخصم الصعب والذي فاز على الكاميرون ذهبا وإيابا في تصفيات كالكو ديفار، لذلك رجحوا بالماضي ليكون منافسا للخضر في المباريات الودية. إذن الخضر جاهز لكأس أمم إفريقيا، وعلى عكس كأس أمم إفريقيا السابقة في الكاميرون فإن كل شيء جاهز للخضر من أجل التألق ولما لا التتويج بالنجمة الثالثة في ساحل العاش في كو ديفار. لتذكير المباراة الأولى في كأس أمم إفريقيا للخضر ستكون أمام أنغولا، القلاوة نقل الأرضية الجزائرية وقلاوة بيسبورا الفرنسية في القمر الصناعي أصدرها 19.2.